ها هو اللي احسن من هذوك الجوج. ها هو وهذاك اللي هرب هو الصيفط اللي تبع ليه لاطر. شكون انت ومنين انت واش بغيتي عندنا؟ دوي جاي تقوسس علينا. انا بغيت نعرف عشكون مصيفطك. وحنا نعمل القضية فيها حنا. اذا انت ماشي بوحدك شكون اللي معاك وفين هما؟ دوي تكلم. والله الا غير بوحدنا معلوم تكونوا بوحدكم. واش كاين اللي غادي يعاونكم ولا يكون معاكم بعد ما شدوك رجالنا؟ دوي عنده الحق. هادي اللي خرا لك، هادي اللي خرا لك. وانا بزاوك فيكم نعمس. والله انا غير كنت مندوز انا الطريق من هنا وبانت لينا داركم دار الخير وكنا نعميو شويه الجاع وشتي تاع داك اللي رب يلا زيدو احسن لا بوبو فين حماري؟ بوبو بوبو فين بتاع حماري؟ راه صيفطت ولد اختي ماشي يبدلوا لك بغى الماء. لا بغيت حماري على قدي وكيصبر للثقل وقد جهدي. الله يهديك الله يهديك. واه مالك مقلق؟ راه صيفطت نعمس اللي يجيب لك واحد البغل مفضل. واش بغيتي؟ ووصيت وشرطت عليه باش يكون قايد البغال. هكا به طويله ومقدر وعالي. اش بغيتي؟ لا البغل راه عالي عليا. الجما هزوني ليه. هدي الدان سيبي لا تديش عليه هو راه مولف حمير على قدو. هذاك التصاور هذاك التصاور دغيا يقاد الركبه. اه البغل غاتركب عليه. لا لا كد لا لا اللي مولف العلالي والسالف يشالك. اه راه واخا مخبيه. ها تعال انت تبارك الله. وتاجر التجار مولاي اسحاق بقدي وقامتي واللي يعني موشي يمشي على رجليه. تمالك نسيتي داك الشيء اللي اتفقنا عليه ولا شنو؟ ايوا راه عندي كلمه واحده كلمه الرجال. بابا بلاتي بلاتي ما انت كنت مير وهي ميره شكون غادي يسوق الحمير انا؟ هادي عندك هي. وتصنتوا لي مزيان نرجعوا لموضوعنا. اي انت هو موشي الدلال وهي هي للم الفضل مولاة راس المال. حمادي فين غادي؟ شكون انت؟ حماده ودبو الشغل. اه ودبو الشغل. ولي 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 انا مزاوقه سيدي انا مزاوقه سيدي لما تسمح لي. راه والله ما ديت غايه انا راه ما درت والو مولاي. راه عزوز راه هو اللي بقيت عليه. ما تنقصر ما تنقصر ما تنقصر ولكن هو راسو قاصح. وماشي حشومه عليك صاحبك مشدود وانت باغي تضربها بسلته. هذه هي الرجله. انا راه هربت عليك رجالي بالعاني حيت محتاجك تعاونني. رسول الله اش انت سيدي انت محتاج للعوين؟ ياك انت الخدم والعساسه كلهم تحت يديك غير شاور. سمعني مزيان اش غادي نقول لك. نعم سيدي. اذا كان عزيز عليك الحراز وبنته غادي دير داكشي اللي غادي نقول لك. واخا نعم سيدي. سادي 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 البغل اللي وصيتيني عليه. ها انا تمتع لي الخوي. هاي 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 البغل من داك الشي الرفيع ديال التوجيهه ودير الكبار. هاي تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. درك هاد البغل كله ديالي. ايوا انا اسحاق تاجر مولاي اسحاق. بغيت نقول موشي. اي وبحال خالك عينيك كبيره اختاريتي وعرفتي اش تختار. اي هاي 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 وهذا راه عاود برقي ديال التبوريد ديال ايوا يلا نهار نهارك عزيز عليك التبوريد.
طيب يلا وريني حنه يديك. ايوا انا غادي نوريك حنه يدي ونشفي العديان ونوريك دلاله علاش قاده. اش دار لك العلاف؟ حديدان جا في وقته طاح علينا بحال متقال الحلال. وإياك عمرك ما تدير عدو صديق، راه حديدان واحد يدان وخا يبان لك فيه الثقه والامان راه ديما بحال القط هربان. هربان ايوا نديرو حنا زعما باللي هو عوال على خزيت وبصح النيت اش فيها يجري طوالو على مالو باغي يطير بلا جنحين الى وصل الودنيه غير يعضها ومن جهدو يدير جهدين. ايوا اسمعوني مزيان. يوم في العشيه ملقانا في الدار الكبيره مع المغرب تفاهمنا. تفاهمنا ولاني واحد الراس كيقول لي خصنا نبطرو نفطرو بيه قبل لا يتعشى بينا، وواحد الراس اخر كيقول لي صبار لا جربه على صلاح ياك لا يمكن نمشيو ونوليو مشدودي. وانا واحد الراس كيقول لي باللي راه وريتكم الحل والحيله باش تدخلوا الدار الكبيره، ولكن ديروا في بالكم ديروا في بالكم انا كنقولها لكم راه دخول الحمام ماشي بحال خروجه كاينه. وإلا واجد نيتكم وبغيتوا ديروا داكشي اللي في راسكم راه ما تلوموا الا نفسكم انا كنقول لكم. الا وإلا تفضحتوا وبان عيبكم ما تعرفوني ما نعرفكم راني نكركم. والسلام. هذا ما كان سيدي ولد سيدي ياك عليا الامان عليك الامان زيد وسكت. وفين غادينا سيدي؟ خبيك انا في السطح. السطح؟ واش نولي الدجاجه غتحطني في السطح؟ حمادي واش وقت الملاغه دابا؟ واخا سيدي دخل غتبقى هنا وما تحركش حتى رجع عندك. رسول الله والمولى ما كلتي كتوصلك؟ يا ربي السلامه يا ربي السلامه سعدك حمادي. وفين حطك؟ هو شتي على لبنت سيدي هو المختار ندخل خالو مسلس للدار. مزيان والله يقرب الشوكه من قدام الحفيان. هيك بعدت واحد ما ساق الخبر باللي حديد تنجل الدوار. وهو على لا ندخل قبل ما تقطع الرجل وليني ما دايره هضره وكل شيء ساقل. يا إما كون شاعت الخبر في القصبة. على قصبتنا أنا اللي عارف اش فيها. كيشقموها طايرة في السماء قبل ما يغرب عليهم المغرب كرهم دفنوا سرهم في بير وفوق منه فرشوا لضيفهم الحصير. وهو شتي على لبنت سيدي وهو كون ساق بوعمام الخبار وهو كون هاجم عليه ويخرجوا من قاع الدار. هو داكشي اللي بغينا. هل حنا لاش صيفطنا عيات الحديدان؟ حيت هو بوحدو اللي غادي يقدر يوقف بوعمامة عند حدو. أنا كتبان لي هاد البيعة الشرية ديالك فيها غير الخسارة والرزية. الأحسن خليها وارتاح. وراه البارح ملي سهرت معاه حتى الصباح طلعت أشنو تحت راسو وبان لي باللي سوقو خاوي سطحو القناة في حياته. والصقع وش من صقع. شفتي أنا إلا عقلي ينفعني وقلبي يخبرني بلا ما يكذب عليا هذاك حديدان ما جابوا لهنا غير الطمع. أي 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 طمع يدو طويلة وحديدان هو مول الخدع والحيلة. يا ودي الله يبعد بلانا على بلاه. لحقاش راه ما نقدوش عليه وما خصناش نتعاندو معاه. خصنا نمشيو معاه غير بالحيلة. على حقاش لا أنا يا أنا ولا أنت اللي غير أنت عندنا غير نية وحدة وفهمتنا قليلة. أنا نقول لك
لا طلقتها لا توريها جار خوالها ولا دار باها قادين بشغلنا وفايتين ليه أساق وعمر بالغلة زيد زيد يلا هذا قال عليكم خالي ودنو منكم ودنو منكم اي سير معه سير وصلهم يلا حركوا يلا سير اسي زيد سير اركض هذا هو طلع طلع ترى زيد حيد يلا زيد اطلعوا لي فروسكم توانا بارك الله عليك الله يحفظك الله يعاونك الله يجيب التيسير الله يسهل عليكم واش بالك سيدي بو معنا نبطروا به قبل ما يبطر بينا شفت عينيك حمر عليه وهزلوا الدبيلة العلاف اجي قول لي قول لي ياك ما بينك وبينه شي حسيفه قديمه وقيله لا 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 حاشا حاشا غير هو انا ماشي من هذوك النوع اللي يقول لك دير النيه وناس مع الحياه فهادي عندك الحق حتى انا ما نقدرش نامن او نستامن في واحد بحال داك الرويجل لحقاش بان لي باللي في كرشو العجينه وفي راسو الضغل خساره الدهسيس وبوت ليس ما كاينينش معنا كون راهم عاونونا وليني مساكن راهم مليحون في الحبس الحبس ياك حنا اللي دخلناهم للحبس ايوا نقدروا نخرجوهم منه وليني بشرط يهنيونا من داك وجه النحس هي اللي ما تعاودش هاد الليله نخرجهم وبلا تعطيله سمي الله ونعلو الشيطان يا القسمة معياد قربوا وزيدوا قربوا زعموا وزيدوا تلبسوا الكتان وقيسوا وغادي نعبرنيكم بالقالة وتخلصوا بالمتقال بل يدخلكم الشك وطرح في يدكم العجب لا وسيدي حسمكم الله موشي بوبلغا ودلقمان ولالا ملفضل التاجرة وباك التاجر تجار مفيد عليه الله الخير حتى حار في الزكاة ديالو كيفاش غادي يخرجها ولا يخرج العشور هو هاد الشيء على رقبته ولكن انت ما قولوا الله أعلم الله أعلم باللي هو جدودو كانوا خدامين عند جدودي وهادتو باللي جبت لكم نجيتو وغسلتو وانضمتو ونجيتو بيدي من السم وسق اللي حر والدنيا جات يا لالاتي العيانات وهذا حرير الدودة يلا وزيدوا زيدوا قولوا بسم زيدوا زيدوا بلاتي اسمحوا لي غير اسمحوا لي ندخل بيناتكم ولا ما غتفهموش مع بعضياتكم الصراحة هاد السلعة هادي سلعة الله يعمر هدر ديال التكبيرة والديار الكبيرة ولاني انتوما سكان قصبة سيدي بوعياد ولاد البلاد كل واحد كيعرف خرب بلاده كاينه ولا ما كايناش حافظتوا على العرف وتقاليد جدودنا الموروثه القديمه ولاني بزاف يعين بصيره ويد قصيره راه هذا ما كان غلب الله غلب الله أمدرام وليش في كل الروح من روح بسلامة الحمد لله تلات زاد كامل مكبول سبحان الله كي جبالي كسيدي
عيد زادو عطاها المزوطي بدا كيغوت حتى رضع وشبع عاد نعس. امو طيب خير وعلى خير الحمد لله. نفيسه خصاير رفيسه بجاه الله معقوته ما جيت فين تسبع عليا معها حتى تهز بحزامها وتركز على قدامها. اش باقي بغا مولاي؟ دابا ما عندي لاش نخاف ولا نراعي. نحياش اللي كان مسكتني هذه المده كلها، حط حجره على قلبي وديركم امال فمي. ما ميغلبنيش السياف ولد السياس. الله يهديك يا مولاي، تاتا كدير من الحبه قبه. يا كان غير خواف، منين جات هاد الزعامه كاع كلها هي منين؟ اليوم نفاري المنامه ونزول الغمامه والغمه اللي كان داير لنا هذاك بوعمامه. امولاي انا مزوقه فيك، ماشي وقيت تعدي تدهن، تغير لي تكلف به. بسم الله. كيفاش الغالب الله؟ علاش ما عندكم باش تشريو؟ هادشي اللي عطى الله والسوق ياك سيادي. حقا كلامك هو الكبير نعم لالا، ولكن حنا هنا كنتعاملوا غير بالمقايضه. جوج حفنات ديال القمح، ثلاثه شعير نعم لالا، ما عمرنا رحبه الدلاله ولا سوق المزايده. كنبيعوا ونشريو غاب المعاينه والتقدير. ها ونزيدك، ما عمرنا تعاملنا بالرباعيه ولا المتقال ولا سولنا على الغله بشحال. واش فهمتيني؟ وعلاش ما عندنا باش؟ ها ويلي وحدي، ها ويلي وحدي، ما عندكم باش تشريو؟ ايوا راه خصي تحل باب الخزين عاد يلقاو باش يقضيو. واخا واش من شرع هذا؟ اش من شرع هذا اللي فضلكم ورا سمعكم كلهم دفعون في بير؟ نعاود عليك بحال الخرافه وانتي قولي الله اعلم. كنا ما بينا ما علينا، هانيين عايشين في الخير، ما عمرنا حسينا بالغبينه ولا شفنا شي نهار خايب. كيف داير يا كسيادي؟ اكثر الله يهديكم. ومالكم؟ اشنو صابكم حتى تخربق عليكم حسابكم؟ حسابنا خارج، كل ما خرجوا علينا خرجوا علينا، هادو كل منا فينا خرجوا علينا. دواو اسقط سمعوني، اش غادي نقول؟ دواو وشكيو وخرجوا عينيكم، ما تخلوش الشمال يدخلوا مناطق يشمتوكم. راه الله خلق الخلائق بحال بحال والعباد بحال بحال وعلى القبال حلال. كاين ولا ما كاينش؟ واش قدينا الا بكينا ولا شكينا؟ وحنا ما ضرباتنا غير يدينا الله يهديك. واش كاينه ولا ما كايناش اخويا؟ بايديكم من دام الشيطان الرجيم. طايلا حرك تقلبت انا عباد الله، ما عرفت واش نقول مساء الخير ولا صباح الخير، ما بقيت عارف راسي من رجليا. اش من خير؟ اش من خير؟ قالوا هاللي راحوا نهار الزين كيبان من صباحو الخير. الله يهديك. ولا واه راه بقيتي بلا نعاس بحالي. منين غاجي الناس سميتك ولا معاش كيقولوا لك؟ شوف من هاد الليله غادي تهنى راسي في الترقاص لهالنفسه، وراه غادا تعمر الدار الكبيره. مرحبا بكم في الدار الكبيره. لا اله الا الله محمد رسول الله، وما تسمعوا غير اخبار الخير. اليوم في الدار الكبيره غير على من الفرح سبع ايام، حيت زادوا ريت السته في الميعاد المعتاد، وسيد الحاكم كيعرض عليكم كاملين. مرحبا بكم في الدار الكبيره. يا عباد الله ما تسمعوا غير اخبار الخير. اليوم في الدار الكبيره غير على اعلام الفرح سبع ايام، حيت زادوا ريت السته في الميعاد المعتاد. مرحبا بكم عند سيد الخاي. مرحبا بكم. واش عينك فيا حديدان؟ ها نصيفط ليا على الحميه. اش من حميه الله يهديك، ياك اتفقت انا وياك باش نخرجك منها كيف كتخرج الشعره من العجينه. كيفاش؟ وزيد انت اش بغيتي دير بهذا الحكم هذا كاع؟ ها؟ شوف غادي تغنموا وتسلوا الشوكة بلا دم، هادشي لاق انتو كتفهموا. معلوم كنفهموا. ومن اللي تخرجوا سالمين غادي تضربوا الدفة. دفة؟
وتعطيو بالكفا. الكفا ومريدنا ما عنده باس. هاي الدية. هذه تعلمتها في جامع الفناء. واش فهمتي شي حاجة؟ هي لا 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 جيبو أمامة. خليك معايا أنا، خليك معايا أنا. هي جامع القفة الدفة ياك. الدفة. أنا اسمي حديدان، حديدان. كلمة أحسن من الجوج وقاصح أحسن من كذاب. إيه قاصح أحسن من كذاب. دابا باقي الحال، ديروا اليد في اليد، ديروا اليد في اليد وطلبوا حقكم. إلا شنو اللي ما كاينش؟ الخشيم هو اللي كيخلي خيره وديه لي غيره. انا لا من الفضل اسيادي انا لياتي، راه ما عمرنا تخلينا على خيرنا لغيرنا. النهار الاول فاش عمرنا بيت الخزين وفيدنا النيه وعمرنا مطامرنا وكنا ناويين نقسموا الحاره والحلوه، وما عمر شي واحد بيناتنا يكون حزين ولا غبي. واش كاينه ولا ما كاينه؟ ولا كاينه إلا كاينه كيف قلتو. وراه انتوما اللي سكتو وقبلتو وخليتوهم نفذوا عليكم وتعزلتو. وقبل كان كل واحد فيكم عنده شرطو، هيو مالكم علاش تبدلتو؟ الله راه تلف لينا الري والشوار وما عرفنا باش تبلينا. حتى الحاكم سيدي بوعياد اللي قلنا يا حصرة غيفتي لينا الري أطاح في الغبينة، ولينا كما قالوا جدودنا الريح تجري بلي ما تشعث فينا. واش كاينه ولا ما كايناش؟ هاي 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 كاين كاين هادشي كاين كاين هاي هاي هاي. اسيادي اسيادي زعما راكم صنايعيه وفاهميه ومنكم خرجت الفهامه والمتول والهضور. قلت الفهامه عطوها لي انا. واش بان لك با؟ قولي لي انت يا بنتي اش فهمتي؟ أنا بانت لي القضية مشروكة ما بين بوعمامة وبو منجل. وانا كيبان لي لالا بنت سيدي وهذاك بو الشغل ودير ودن ترشا وعين عمشا ولحقو قدامو وكيتعامى عليه. وياك انت قلتي لي بو منجل هو كل شيء وبو الشغل في دار غفلون. هادي كاينة وبينة. ايوا دابا عاد خصني نتقاد مع رجال البلاد والعيان والسياد باش نقلب اسفها على راس العديان اللي حنا جايين ضاربين الطريق على ودهم وهما سادين علينا البيبان. اما قصبه سيدي بوعياد غيهنينا منها حديد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما يدير شي تاويل ديال الخير، ما يدير شي تاويل ديال الخير. بنادم ما فاهم والو وباغي يفتي الري. وراه حنا اللي رخينا يدينا حتى تدفق الماء علينا. كلشي منك اسي بوعمامه، كلشي منك. راه النهار الاول كيموت المش، علاش ما خليتيناش نديرو شرع يدينا؟ علاش؟ انا الا سافتوني بلا سلاح سوارت الرباح هما الرقاص والبراح. اجي انت واش معاهم ولا معانا؟ انا ما معاكم ما معاهم، انا مع الحق. صدق الله الحق، صدق الله الحق. واش تقربي الى نايضه في القبيله وانت كتقول لي صيفط الرقاص طلق البراح؟ اسمع اسي موشي واسمعي حتى انت يا لالا مول الفضل، كاع هاد الكلام اللي قلته كله حنا متفقين عليه. متفقين ولا ما متفقين؟ حقا كلامكم صحيح وعين العقل، ولكن شوفوا فينا راه القضيه صعيبه شويه. صعيبه ولا لا؟ صعيبه. واش لك شي ما يساعف شي. الله يخفف ما نزل. قولوا امين امين. كل شيء تخلى على كل شيء، حتى ولا الباطل غلب على الحق. ولينا كنقولوا ها العار غل حق ينزل. راه دابا باقي الحال، راه خصكم تطالبوا بحقكم وديروا اليد في اليد وباقي الحال باش يتبدل الحال. فهمتوني ولا لا؟ دابا انت حدو قدو ولا ما عرفتش سميتك؟ اش كتضحك علينا ولا شنو؟ مالي كتضحكوا على روسكم؟
وكتكذبوا على نفوسكم. انا جيتكم من الاخر، خذوا المخ ولوحوا الجخ. انا باغي نفهم حاجه واحده، واش بغيتوا الكنز ولا باغي تحكموا بنادم؟ راه عندك الحق في هادشي اللي قلتي، وريني دابا راه اللي عطى الله عطاه، راه خصنا كيفاش نعرفوا نهمدوا هاد السعره اللي دايره بينا. اسمعوني نتوما بجوج، شناهو؟ بغيت نقول راه واخا تحيو الدور الدورو غترجعوا الري، الري هو اللي غادي ينفع. هذا ما احنا ما كنفهموا والو، انت اللي عندك الري، انا وسي بوي ما عندنا والو ياك. خليه يهضر حديد دان، قول ما عندك العلاف، واخا هي كثرت الافكار كدير بودهوار. انا من رايي انطلقوا الضحسيس وبوطليس، راه هما اللي غيفكوا لينا الجقل. انا مسلي، انا عندي راي اخر حسن من هذا الري ديال هذا شتا يعيطوا.